أمل ناصر، استشاري أمراض الدم والأورام والطب الباطني، عضو الجمعية الأمريكية للأورام. شاركت في عدة أبحاث عن أمراض الدم والأورام والنشيطة في حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية وتأثيره على نتائج العلاج. أهلا وسهلا دكتورة أمل. يا أهلا، مرحبا. أهلا بك في البداية دكتورة. أين تكمن الخطورة على مريض السرطان في وباء كورونا؟ هلا، مثل ما بنعرف نحن، مريض السرطان بشكل عام بتكون حالته شوي حرجة أكثر من غيره من باقي المرضى، وهالشي كمان بيتراوح بين المرضى يلي عندهم بين نوع مرض السرطان. مثلا السوليد تيومرز والهيماتولوجيكال مالجنسيز بيختلفوا، يعني المرضى يلي عندهم لوكيميا وليمفوما بتكون حالتهم المناعية كمان أقل بكتير من غيرهم وحرجة أكثر من غيرهم. والمرضى يلي عندهم السوليد تيومرز مثل يعني البريست كانسر، سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان الرئة، كمان بتكون حالتهم المناعية حرجة، بس هيدي أكثر جراء العلاج الكيميائي. بينما المرضى اللي عندهم هيماتولوجيكال مالجنسي بيكون عندهم اثنين، يعني العلاج الكيميائي وحالتهم المرضية، اثنيناتهم بتعرض جهازهم المناعي لعدة تحديات. هلا مثل ما بنعرف، اكيد العالم كلهم بيعرفوا كمان انه العلاج الكيميائي بيأثر بشكل سلبي على كل خلايا الجسم ومنها الجهاز المناعي، وبسبب هبوط بالمناعة، وهالشي بيأثر بدوره على المريض السرطان، المريض اللي عنده اللي عم يتلقى العلاج. وإذا بحال صار عنده مرض الكوفيد 19 بتكون حالته بصراحة حرجة أكثر بكثير من غيره. ونحن بهالسياق نحن بنقسم مرضى السرطان A و B، جروب A وجروب B. يعني الجروب A يلي اوريدي خلصوا علاجاتهم وهن بمرحلة الفولو أب، والجروب B المرضى يلي بعدهم عم يخضعوا للعلاجات، العلاج الكيميائي او العلاج المناعي او العلاج الهادف، يعني في عدة انواع من العلاجات هيدول. ما حجم المخاطر على كل مجموعة A و B؟ من أنهى العلاج ويعني في مرحلة الشفاء والذي يخضع للعلاج حاليا؟ اكيد الخطورة اكثر على اللي عم يخضع على العلاج اكثر بكثير من الجروب A. يعني الجروب B هن عرضة اكثر لمضاعفات وللاصابة بالمرض، بمرض الكوفيد 19، اكثر من اللي اوريدي خلصوا علاجاتهم. يعني طيب، اللي خلصوا علاجاتهم إلى أي مدى هم معرضون للخطر، وما الذي يجب عليهم أن ينتبهوا له في هذه الظروف؟ هلا هن اللي خلصوا العلاج وثبتوا مثلا بعد 6 شهور او بعد سنه انه هن they are free from the disease، ما عندهم مرض السرطان، انه انتكاسه، هدول مثلهم مثل اي حدا تاني، يعني مثلهم مثل اي حدا بالمجتمع عندهم نسبه التعرض للكوفيد 19 مش اكثر من المجتمع العالم اللي ما عندهم السرطان. يعني هؤلاء لا يضعوا في الفئات الخطرة أو لا، المعرضة للخطر. ايه من تم شفاؤه من السرطان مظبوط، فهو يعني خضع العلاج وأنهى العلاج لا يعد من الفئات الخطر. صح، مظبوط. بينما هذا مهم، هذا مهم. إذن بالنسبة للذين يخضعون للعلاج، نعم، إلى أي مدى الخطر عليهم؟ لا، في خطر، في نسبة خطر عالية. يعني لا، رح اشرح لك ليش. اولا، اثبتت الدراسات الاوليه بالنسبه لمرضى السرطان، للمرضى يلي عندهم الكوفيد 19، انه 40% من مرضى الكوفيد 19 هن اكثر زياره للمستشفيات، يعني من ضمنهم مرضى السرطان يلي عادة بيروحوا كل أسبوع أو كل أسبوعين أو حتى كل 3 أسابيع لتلقي العلاج الكيميائي أو لتلقي العلاج الشعاعي اللي هو الراديوثيرابي. فهدول أكيد أكثر عرضة من غيرهم، يعني بنسبة 40% إنه يصير عندهم يتلقوا الإصابة بالكورونا فيروس. لذلك. طيب، يعني إذن مريض السرطان هو معرض أكثر للإصابة 100%، بكورونا فيروس لأنه يذهب أكيد. للمستشفيات، والمستشفيات يعني إلى حد ما يعني مصدر الآن it's للنقل. crowded، it is a crowded area، يعني وهي مصدر بصراحة، هلا مصدر للفيروس. حتى لو عم بيقولوا هلا في كل المستشفيات عم بتقول انه هن عندهم مبنى خاص لعلاج الكورونا او لمرضى الكورونا،
كل يعني اخذين كل التدابير اللازمه، بس بضل النسبه حتى لو فات على المستشفى، على القسم بالمستشفى يلي هو مش يلي معزول عن مركز الكورونا، بس بضل يعني ما هو الميديكال ستاف حتى لو عم ياخذوا كل احتياطاتهم بضلوا هن بحد ذاتهم معرضين. بالفعل دكتورة، يعني خبراء ألمان أطلقوا على هذا الفيروس أنه وباء المستشفيات، مية يعني بالمية وأعتقد هذا الكلام منطقي. طيب دكتورة، مريض السرطان بالتأكيد كما ذكرتي يخضع للعلاج بشكل دوري ومضطر للذهاب للمستشفيات لتلقي الجرعات الكيماوية أو الكيميائية أو الإشعاعية، فهل يفضل في هذه الحالة تأجيل هذه الجلسات؟ ولو حدث ما تأثير ذلك على صحتي؟ قطعا، لا قطعا لا، العلاجات الكيميائية ما بتتأجل، حتى رح يعني في حالات اضطروا يأجلوا العمليات الجراحية لمرضى السرطان، وبالتالي اضطروا ياخدوا بهالفترة علاج كيميائي، جلسات إضافية من العلاج الكيميائي، لأنه ما بيتأجل. يعني هون مثل مريض السرطان يعني بين شو سيف ذو حدين، يعني ما بيقدر يوقف علاجه، وكمان في خطورة، أكيد في خطورة إنه بس يروح على المستشفى إنه ياخد الإصابة بالكورونا فيروس، بس بكل الأحوال يعني ما فينا نأجله العلاج الكيميائي. هلأ بهالحالة نحن ناخذ كتير احتياطاتنا. ما هي هذه الاحتياطات دكتورة إذا كان لا يمكن تأجيل العلاج الكيميائي؟ أول فبالتالي شيء لابد أن تكون هناك إجراءات مية لحماية بالمية مية المريض. بالمية أول شيء بتكون المستشفى قسم الأورام والعلاج الكيميائي بيكون مجهز بشكل كامل، يعني تعقيم إن بيكون عم يتعقم بشكل دائم، بيكون في غرف مثلا تنفترض انه مريض سرطان صار معه اصابه بالكورونا فيروس، في غرفه للعزل هي فيها نيجاتيف بريشر بحطوه فيها للعلاج لتلقي جلسه العلاج الكيميائي، لازم يحط اكيد ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، التباعد عن اي محلات يكون فيها هلا اصلا في تباعد اجتماعي، بس حتى بالبيت يبعد عن عائلته، يبعد يقعد بمحل منعزل عن الباقيين، حتى انه اذا في امكانيه يكون مثلا حمامه لحاله، مطبخه لحاله، اكله يكون معقم، كل شيء يكون معقم عنده. كمان في بعض المرضى عم يتلقوا العلاج خارج المستشفيات، يعني مثلا في البيت او في بعض العيادات المجهزه، كمان عيادات الاطباء، اطباء الاورام المجهزه للعلاج الكيميائي، لانه هون بيكون كمان اقل عرضه للاحتكاك بالمرضى ولا تلقي الوباء من المستشفى. طيب دكتورة، بالنسبة للأدوية التي يتناولها مريض السرطان والتي تثبط المناعة في أغلبها، برأيك كيف يتم التعامل معها مع العلم أن يعني كورونا يسبب أضرار كبيرة لجهاز المناعة عند الأصحاء أصلاً؟ هلا ما فينا نوقف العلاج، يعني العلاج هو نفسه ما فينا نغيره، واصلا هو بشيل قصه الكورونا. المريض السرطان اذا عنده، نحن دائما بعد العلاج بعد الجلسه بنرجع بنعيد له فحص الدم، بحال وطيت المناعه في عنا بنعطيه ابر اكيد لتقويه المناعه، يعني لرفع الكريات البيض، بس بشكل عام ما فينا نعمل شيء بخصوص العلاج، يعني ما بنقدر نغيره للعلاج، هو نفسه انه نيجي نغير انه البروتوكول الكيموثيرابي، لا ما في، ما هو كله بده يأثر، وهو مش بس العلاج، يعني الكيموثيرابي هو اللي بيأثر على المناعة بشكل عام، حالة المريض بشكل عام ومرضه بحد ذاته كله على بعضه، يعني كل متكامل، هذا حدث كل متكامل بيأثر على الجهاز المناعي وعلى الاوتكم كمان للديزيز وللريسبونس للتريتمنت حتى. طيب دكتورة، نسمع كثيرا عن ظاهرة السيتوكان التي تستهدف جهاز المناعة، لو توضحيها لنا بشكل مبسط. أكبر مبسط، وكذلك فيما يخص مريض السرطان كيف تكون هذه الظاهرة معه؟ هلا بس احكي لك شغله عن الفيروس بحد ذاته. الفيروس تفضل. هو كائن غير حي، اوكي؟ وفيروس الكورونا تحديدا تعرض لعده ميوتيشنز، يعني عمل هو بحد ذاته ميوتيشنز وصار في عنده نوع جديد اللي هو الكوفيد 19.
الفيروس بيحتل، طفرات يعني نعم، تحورات تفرج، وطفرات. نعم تفرج جيني، لانه هو الفيروس شو هو؟ عباره عن ار ان اي او دي ان اي ومغلف ببروتين انفلوب. اوكي، بيعمل شو بيعمل هو؟ بفوت على الخليه، بفوت على الخليه، بفوت على النوكليوس تبع، بيحتل الخليه، بيصير بيعيش على موارد الخليه البشريه او حتى الحيوانيه، بصير يتكاثر على اساسها. يعني هو بحاجه لاي شيء، لاي خليه تقدر يتكاثر. يعني برات الخلايا ما بيقدر يتكاثر، بيموت، مش انه بيموت حتى اتس دي اكتيفيتد، لان ما فينا نقول كلمه بيموت لانه هو كائن غير حي. فبس يفوت على الخليه بصير هو يحاول بدوره يحتال على الجهاز المناعي مشان يقدر يكفي، يعني استمر للبقاء على استمراريته. اوكي، هلا بحاله الكورونا فيروس الكوفيد 19 السارس كوف 2 تبينت الابحاث انه هيدا عفوا هيدا الفيروس عم يحتال على الجهاز المناعي بشكل انه عم يخبي وجوده على شيء اسمه بامب بي اي ام بي اللي هو الباثوجين اسوشيتد مولكيولر باترن، بشكل انه اللي هو اللي يعني مثل الاشعار اللي بيعطي الاشعار عن وجود جسم الغريب بالجسم البشري، يعني الكائن الغريب بالجسم البشري. بهالحاله بتتاخر الجهاز المناعي، بيتاخر انه تيكتشف انه في فيروس، في كائن غريب بالجسم، فساعتها وقت بيكتشف عم بتكون رده الفعل كتير مبالغ فيها، يعني عم يصير في بزت سايتوكاينز بشكل كتير 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 مبالغ فيه، عم تضرب كل الخلايا المنيحة والغير منيحة، عم تفرز مواد سامة بالجسم. هيدا الشيء عم ينتج عنه العوارض مثل البالمونري إديما، مثل الحرارة، تسرع بدقات القلب، الجلط، حتى يعني في كتير عم بيصير في كومبليكيشنز بسبب هالسايتوكاين ستورمز اللي هو إعصار السايتوكاين. يعني دكتورة، الفيروس بيدخل الخلية و يحتل الخلية، مزبوط، ويتغذى على موارد الخلية، 100%. ومن الطبيعي أن يفرز الجهاز المناعة أجسام مضادة لمقاومة هذا الفيروس، ولكن هو يتحايل على الجهاز المناعي بشكل ما يؤخر استجابة الجهاز المناعي. ولكن صح، عندما يدرك الجهاز المناعي وجود هذا الجسم الغريب أو الكائن الغريب، يبدأ في السيتوكاين ستورم أو العاصفة السيتوكاين التي يحاول من خلالها القضاء على هذا الجسم الغريب، ولكنه تكون قوية جدا لدرجة أنها تقضي على الخلايا السليمة أصلا. صح، 100%. هذا هو يعني بتصير طيب. يعني بصير هو اصلا عم بصير اسمه هو مالتيبل اورجان فيلر بالكوفيد 19، يعني عم فشل عده اعضاء بالجسم. يعني طيب، بالنسبه لمريض السرطان دكتور، هذا في الظروف العاديه يمكن ان يحدث لاي شخص، بالنسبه لمريض السرطان وجهاز المناعه لديه، هل يكون الوضع أسوأ؟ اكيد 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 بيكون أسوأ بكثير، لانه يعني وضعه بشكل عام، يعني خاصه الدراسات اثبتت هلا انه اكثر عالم المورتاليتي ريت عند مرضى السرطان، نسبه الوفيات عند مرضى السرطان اعلى بكثير اللي عندهم لونج كانسر. ليش؟ لانه بياثر، لانه اوريدي هن الجهاز التنفسي. نسبه الوفيات من مرضى كورونا، لا ايه، من مرضى السرطان اللي عندهم كورونا، نسبة وفيات مرضى السرطان اللي عنده المصابين بالكورونا أكتر شيء عند مرضى السرطان يلي عندهم سرطان الرئة، اللي وتحديدا نون سمول سيل لانج كانسر. أوكي؟ لماذا دكتور؟ لأنه أصلا هن جهاز التنفسي عندهم تعبان، وقت اللي عم بيصير فيها السيتوكاين ستورمز عم هو دغري بيأثر على بيصير في مثل النوع من الرياكشن كمان بالألفيولاي وباللونجز، يعني يعني بيصير الاكسجين ريت، الريسبيراتوري ريت عندهم بيعلى كتير، الاكسجين بخف، دقات القلب بتزيد كتير، يعني بيصير عندهم الكومبليكيشنز، مضاعفات الكورونا اكثر بكتير من المرضى العاديين، لانه اصلا they are vulnerable، يعني هم اكثر عرضه للخطر. اكثر ايه. طيب دكتوره، هل بالفعل تم يعني هل لديك معلومات أو إحصاءات عن مرضى السرطان الذين تم شفاؤهم من كورونا؟ هلأ لا، لحديث هلأ بعد ما فينا، يعني ما وصلنا بس لمرحلة، بس في يعني في مرضى سرطان أصيبوا بكورونا إيه؟ وتم شفاؤهم إيه؟ نعم مزبوط، بس طيب. إنه نسبة الوفيات أكيد أكتر من نسبة الشفاء، لهالسبب نحن عم نحرص دائما إنه مريض على عدم السرطان الإصابة.
100% عدم انه الإصابة هو الحل. يكون محمي كليا بشكل كامل يعني من الإصابة بالكورونا. طيب في حال لا قدر الله أصيب مريض السرطان بكورونا، ما هي الإجراءات العلاجية المتخذة معه؟ هلا مثل يعني كثير طلعوا هلا نظريات، شيء بيقولوا الكلوروكوين وشيء بيقولوا الريمديسيفير، بس لحديت هلا ما في شيء اثبت علميا. يعني حتى الكلوروكوين ببعض الدول فشل، ببعض الدول مشي حاله نوعا ما نسبيا، بس هذا كله حتى بيتعلق بمرحله المرض، يعني بمرحله قديش في مضاعفات عند مريض الكورونا فيروس الكوفيد 19. بس العلاج الأساسي هو الفيتامين، بنعطي نحن هاي دوز فيتامين سي بالاي في بالوريد، يعني تقريبا 8 جرام بالاي في فيتامين سي، جود هايدريشن، سبورتيف تريتمنت اكثر شيء يعني. بس انه علاج هلا للفيروس نهائي لحديت هلا ما في، كله بعده قيد التجارب، حتى اللقاحات يعني بعدها قيد التجارب، يعني ما فينا نأكد نحن 100%. المشكله انه هذا الفيروس كثير جديد، وكتير كل يوم يعني كل يوم عم نكتشف أشياء جديدة عنه، يعني حتى بأسباب الوفيات تبعيته، بأسباب الوفاة تبعيته عم يكتشفوا أشياء جديدة، وحتى بطرق الانتقال. يعني أول شيء قالوا إنه منو إيربورن، بعدين إيربورن، بعدين إير دروبليتس، بعدين باللمس الأسطح، بعدين بيقولوا مش باللمس الأسطح، هلا بعدين اكتشفوا إنه عم ينزل بالإفرازات الجسم يعني. وبعدين كمان اكتشفوا انه احدى اهم اسباب وفاه من الكورونا فيروس هو الجلطات، عم يعمل جلطات، عرفت يعني الفيروس هيدا خبيث، تخثر في الدم وجلطات 100%. هو شرس وخبيث هالفيروس، و يعني كل يوم عم يفاجئنا باشياء جديده. وبالتالي دكتوره، يعني مريض السرطان مثله مثل المرضى الاخرين لو تعرض للاصابه بكوفيد 19 فيطبق عليه العلاج حسب الحاله وحسب 100% المتاح. 100%. طيب دكتوره، تحدثتي عن الفيروس وقلتي انه يعني حتى الان غير معروف، او دراسات كثيره تحدثت عن طريقه انتقاله، هل كونت وجهة نظر في هذا الأمر؟ يعني أحب أن أستطلع رأي الأطباء دائما في هذا الأمر، لأن الدراسات لم تحسم بشكل جازم كثير من الأمور، ولكن بالتأكيد ربما الخبرة العملية يمكن أن تعطي انطباع أو تفيدنا بشكل أو بآخر. وجهة نظر بخصوص كيف كيفية انتقاله يعني؟ انتقال الانتقال أكيد الكلوز كونتاكتس، يعني الاحتكاك المباشر، الاحتكاك المباشر القريب يعني. أكيد لمس الأسطح أنا مأكدة منه، يعني لأنه الفيروس بيضلوا على الأسطح لساعات وحتى لأيام، لفترة أيام يعني. حتى بالنسبة للأطباء خاصة الهيلث كير وركرز، الأطباء والممرضين والممرضات أكثر عرضة بكثير من غيرهم، لأنه هن عم يحتكوا أكثر شيء بشكل مباشر مع مرضى الكورونا فيروس، وخاصة يلي بيكونوا عم يشتغلوا بالآي سي يو، يلي بالنسبة للسكريشنز والإنتوبيشن بيطلق يعني أكثر شيء معرضين للإصابة وفعلا هذا صار، يعني إحصائيات كثيرة اكثر عالم عندهم اصابه بالكورونا فيروس هن الهيلث كير وركرز بسبب تعرضهم المباشر والقريب من المرضى. نعم. طيب الدكتوره، يعني نريد ان ننتقل الى نقطه مهمه تحدثنا، وانت طبعا يعني بالتاكيد من خلال تخصصك عندك درايه بامراض الدم، وفي هذا الاطار كانت هناك دراسات تتحدث عن فصائل دم معينة قد تكون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. شاهدنا دراسة روسية وأخرى صينية، واحدة تتحدث عن فصيلة الدم A وأخرى تتحدث عن B. فبرأيك هل بالفعل يمكن أن تكون هناك فصائل دم معينة هي جاذبة أكثر للفيروس؟ إيه ممكن. هلا هي الدراسة بعد observational study وصارت بمدينة ووهان، أكثر شيء بمدينة ووهان الصينية، تبين معهم أنه عم تسمع؟ نعم نعم. أوكي. تبين معهم أنه أقل مرضى نسبة، أنه اللي عندهم نسبة إصابة بالكورونا فيروس هني الجروب O، اللي مرضى الجروب O، وأكثر مرضى عندهم نسبة بالإصابة هني الجروب A، بلاد جروب A.
هلا هيدا ممكن خصه بالصبغة جينية معينة بتأثر على يعني على تفاعل الجسم مع وجود الفيروس، لأنه كمان بتعرف أنه كل جسم بيتفاعل بشكل مختلف عن التاني، حتى العوارض لنفس المرض تختلف من مريض لمريض. ففي احتمال، في احتمال انه يكون في صبغه جينيه معينه بالنسبه للمرضى يلي عندهم بلاد جروب اي بتخليهم عرضه اكثر من غيرهم انه يصير عندهم الكوفيد 19. طيب دكتورة، ماذا عن الأبحاث الدائرة الآن بشكل كبير بحثا عن الأجسام المضادة؟ يعني برأيك، وأنت شرحت لنا موضوع عاصفة السيتوكاين، فهل بالفعل الحل في مواجهة هذا الفيروس في إيجاد أجسام مضادة تستخدم في العلاج أو في اللقاح؟ هلا لحديت هلا عم اقول لك ما فينا نجزم شيء، لانه بعدنا ما بنعرف 100% البيهيفير سلوك وهيدا الفيروس كيف يعني. ايه فممكن كونه فيروس، ايه ممكن اكيد فكرة المضادات واللقاحات اكيد واردة، بس لحديت هلا سلوكه بشكل عام لا ينبئ بالخير بصراحة، لا ينبئ بالخير. مربوط لانه يعني عم يفاجئ، عم يفاجئ كل يوم يعني، كأنه حتى فينا نقول لسي انه عم يعمل ميوتيشن، عم يعمل طفرات هو بحد ذاته يعني يعني. كنا ننتظر جميعا الصيف حتى يقضي على الفيروس، وجاء الصيف والفيروس لم يعني لم يختفي، ايه يتمدد، باق باق ويتمدد. ويتمدد ايه طيب للأسف يعني. هلا انا ما بدي اكون متشائمة بس عم بحكي وقائع بالتأكيد، ولذلك يجب الحذر دائما يعني 100%. واتباع دائما الإجراءات دائما دائما المفروض. الاحتياط، ارتداء الكمامات، غسل الايدين او بالمي والصابون او بالمعقمات، تعقيم كل شيء، كل اسطح البيت، حتى العالم اللي بيشتروا اغراض من برا بيعقمون قبل ما يستعملون. كل يعني هيدي جائحة وبائية شرسة وخطرة، ولازم نحن كلنا نواجهها بالوعي والمعرفة والنظافة كمان والتعقيم. ولكن دكتورة، بعض أصحاب الأمراض مثل السرطان وحتى أصحاب الأمراض المزمنة ربما يعانون الآن بشكل خاص لأنهم يتخوفون من الذهاب إلى المستشفيات. نعم يعني هذا الأمر، حتى نجد أن الأنظمة الصحية باتت الآن تعطي الأولوية لكورونا ولكن على حساب أصحاب الأمراض الأخرى. نجد في بلدان ما بعض مستشفيات غسيل الكلى تم استخدامها كمستشفيات عزل في كل العالم يعني هذا الأمر. فبرأيك كيف يؤثر ذلك على أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان، وكيف تكون هذه المعادلة؟ هلا اكيد رح ياثر سلبا عليهم، بس في بعض المرضى اقل خطوره يعني اقل سلبيه، التاثير رح يكون اقل سلبيه من غيره. مثلا مرضى السكري ما رح يكون هالقد كتير سلبي، بيقدروا ياخذوا الادويه مثلا بس يروحوا على المركز المعالجي او على المستشفى، بيقدروا ياخذوا ادويتهم على فتره مثلا 3 شهور. اوكي بهالحاله ما بيضطروا يرجعوا يروحوا على المستشفى اكثر من مره. في كمان هلا يلي الكل المنظمات الصحية العالمية عم تنصح فيه هو التيلي ميديسن، يعني المعالجة بالهاتف. بالهاتف، وهيدي كتير هلأ كتير ماشي لأنه بتخفف كتير من عبء المستشفيات وعبء العيادات وبتخفف من التعرض كمان للوباء. بالنسبة لمرضى غسيل الكلى اكيد بيتاثروا سلبا يعني، هو مش مفروض ابدا يتاجلوا يعني، هو لازم يتعاملوا نفس طريقه مرضى السرطان، لان يعني لازم يكون في عندهم احتياطات مشدده بالمستشفى لانه ما بيقدروا يتاخروا عن الغسيل. اوكي بالنسبه لمرضى السرطان سبق حكينا عنهم، بالنسبه مثلا لمرضى القلب كمان مثل مرضى السكري بيقدروا يتعالجوا، عن انه مش يتعالجوا، يتابعوا مع الطبيب عن بعد وياخذوا الأدوية بشكل لفترات طويلة. وبالنسبة لفحوصات الدم بيقدروا يعملوها مثلا بأي مركز أو بأي مختبر قريب عليهم، أو بيقدروا في مختبرات بتبعت كمان موظفين على البيت يسحبوا دم. فيعني هدول أساس الواحد بيقدر يتحكم فيهم، وأحسن ما أنه يأجل العلاج أو يأجل الاستشارة، يعني بضل الظرف الصحي هو الحاكم الموضوع.
طيب دكتورة، أخيرا ما هي النصائح التي تقدميها للجمهور في إطار رفع مناعة الجسم في هذه الظروف، يعني اتباع نظام صحي بشكل عام يجعل الصحة أفضل في مواجهة كورونا وغيره من الفيروسات؟ أهم شيء ياخد سوائل، يشربوا سوائل very good hydration، يعني راحة، فيتامين سي، زنك سبلمنتس كمان بأول مناعة، التعرض للشمس يعني بشكل moderate مشان الفيتامين دي، حتى ياخدوا فيتامين دي سبلمنت، لأنه في دراسات أثبتت إنه إحدى الكومبليكيشنز المضاعفات واللي بتودي للوفاة بمرض الكورونا هو الفيتامين دي ديفيشنسي، نقص بالفيتامين دي. يعني هيدي الاحتياطات، وأكل أكل يكون أكل مغذي غني بالفيتامينات وبس، وأكيد التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات، ما يطلعوا من البيت إلا للضرورة القصوى، هدول أهم شيء. وتوقعاتك بعد كل هذه الأشياء المهمة وهذا الالتزام، متى برأيك يبدأ العالم يتنفس؟ صعب هل الموضوع مرتبط بإيجاد لقاح بالفعل أم يمكن يحدث في الأمور أمور كما يقال؟ هلا، هو مثل ما قلت لك بالنسبة للقاح بعده كله تحت الدراسة، قيد الدراسات. بالنسبة للفيروس عم أقول لك يعني سلوكه غير متوقع، ما فينا نقدر نخمن يعني قديش رح يضل، امتى رح يختفي، بس كله هيدا بيتوقف على سلوك المجتمعات البشرية بشكل عام تكون واعية، لأنه هيدي حرب وبائية من الفيروس على الإنسان، ولازم نحن نكون محتاطين لإلها. أشكرك جزيل الشكر أكرم. من الدوحة دكتورة أمل ناصر، استشاري أمراض الدم والأورام والطب الباطني، عضو الجمعية الأمريكية للأورام، شاركت في عدة أبحاث عن أمراض الدم والأورام والنشطة في حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية وتأثيره على نتائج العلاج. دكتورة أمل أشكرك جزيل الشكر. يا أهلا، شكرا. كذلك أشكركم مشاهدينا على طيب المتابعة، وأتمنى لكم دوام الصحة، وألقاكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. دمتم بصحة وإلى اللقاء.